في توجيهات واضحة من فخامة رئيس الجمهورية بأنه النشأ يتعلم العلوم والتكنولوجيات الجديدة، وأنه لازم يتم الاستثمار فيهم بهذه الطريقة، البرمجة والحاجات بتاعت برمجة البيانات والبرومت انجينيرينج وكل الكلام الحلو ده، الحاجات اللي احنا ما كناش نسمع عنها زمان. ولو كنا بنسمع عن بعض الحاجات زمان اللي كانت مواكبة لعصرنا وقت ما كنا لسه تلامذة في المدارس وفي الجامعات، كانت على ما بتجيلنا مصر بتكون بقى خلاص يعني بعد خراب مالطا زي ما بتقال. فتنفيذا لهذا التوجيه وبهذا الإصرار من فخامة الرئيس على كده، هتلاقي أنه وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني عملوا اجتماع علشان يشوفوا كيفية بحث تطوير المنظومة التعليمية من خلال بقى استخدام أدوات التكنولوجيا، وإزاي نشتغل بأرقى أنواع التكنولوجيا في تطوير هذا التعليم، وإزاي نقدر أن احنا نطور المناهج بتاعتنا علشان تتواكب مع هذا التوجيه، إزاي أقدر أطور وأدرب المدرسين بتوعي إلى آخره. معايا على التليفون دكتور هدى بركة، مستشار وزير الاتصالات لتنمية المهارات التكنولوجية. أهلا بيك يا دكتور. أهلا يا فندم، مساء الخير. إزاي الصحة؟ كله تمام الحمد لله. مساء النور يا فندم. دكتور، كنت عايز أعرف يعني التوجيه بتاع الرئيس يذهب إلى أن إحنا هنبدأ نعلم النشأة هذا النوع من التكنولوجيات، وأنا عارف أنه ليكم تجربة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال مسابقات بيتم اكتشاف فيها هؤلاء الموهوبين وإعطائهم زي شهادات دراسية من هذا القبيل. هل الاجتماع الأخير اللي تم ما بين وزير الاتصالات وما بين وزير التربية والتعليم هيؤدي إلى خلق منظومة مختلفة؟ هو طبعا حضرتك يعني يمكن توجيه فخامة الرئيس في موضوع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يعني لم يبدأ في الآن أو في هذا الاجتماع، إنما يمكن بدأ بقاله 3 سنين من 2020، وبعد كده كان منصب على يمكن الخريجين. بعد كده لقينا إنه لأ، ده فخامة الرئيس بيوجه إن احنا نبدأ مع النشأة. وبالفعل يمكن احنا ابتدينا العام الماضي في مبادرة، يعني كانت مبادرة جميلة جدا وكانت بتوجيهات فخامة الرئيس، وهي أجبال مصر الرقمية. أيوه. والمبادرة دي كانت لكل التلاميذ من سن 12 لغاية سن 17 سنة، من أول إعدادي للصف الثاني ثانوي. يمكن ده كان أول بكورة إن إحنا بنتكلم على تكنولوجيا معلومات والاتصالات في التعليم القبل الجامعي. الاجتماع اللي تم بين وزير الاتصالات وبين وزير التربية والتعليم والتعليم الفني كان أهم محور فيه هو إزاي نطور المنظومة التعليمية نفسها، يعني إزاي نقدر إن إحنا جوه المدارس نفسها يبتدي ان احنا ندخل تكنولوجيا معلومات والاتصالات في ما يسمى بالمينستريم. يعني ايه؟ يعني قد تكون اجبال مصر الرقميه بتتم خارج المنظومه التعليميه، تمام؟ حتى مبادره براعم مصر الرقميه اللي هي من 4 ابتدائي ل 6 ابتدائي ايضا خارج المنظومه التعليميه. انما احنا المحور الاجتماع كان اول جزء فيه ازاي نقدر ان احنا نطور المنظومه التعليميه نفسها باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ازاي يتم الدمج بين تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وما بين المواد الدراسيه. وبالفعل كان احنا اتفقنا على او تم الاتفاق على 4 محاور. المحور الاول هو تطوير المناهج، ده شيء مهم جدا جدا، ان النهارده زي ما سيادتك تفضلت وقلت ان في تقنيات حديثه جدا، في تغير على طول في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وفي تجارب لدول كثيره جدا ازاي انها تطبق ده وازاي تعمل عمليه الدمج دي من المرحله الابتدائيه حتى المرحله الثانويه. عظيم جدا. فدي اول محور او اول ركن من تطوير المنظومه. الركن الثاني وهو ركن هام جدا هو تدريب المعلمين. تدريب المعلمين بينقسم الى شقين، تدريب المعلمين على عمليه الدمج واستخدام التقنيات نفسها في المواد الدراسيه زي الرياضيات زي العلوم زي اللغه العربيه. يعني طبعا احنا كلنا الان نعرف مثلا الذكاء الاصطناعي شات جي بي تي ازاي ان هو ممكن يساعد يعني في حاجات كثيره جدا في العمليه التعليميه. الجزء الآخر تدريب
المعلمين اللي هم بتوع مادة الحاسب الآلي. ليه؟ لأن طبعا لابد ان احنا النهاردة يبقى في طريقة مختلفة لتدريس مادة الحاسب الآلي طبعا. وبتعتمد على ايه؟ بتعتمد على التطبيق العملي. نتكلم النهاردة على العمل الحر، وان احنا عايزين يعني ندي ثقافة ريادة الأعمال وثقافة العمل الحر، يبقى لازم ان احنا نبدأ مع الشباب دول من اول ما هم في المدرسة. طبعا عشان ده يتم لابد ان احنا نتكلم على المحورين التانيين. محور اساسي وهو ان احنا يبقى في عندنا يعني على الاقل المعامل اللي تكون موجوده في المدارس وربطها بالانترنت علشان يبقى تطبيق عملي وليست مجرد ماده نظريه. طبعا فده شيء مهم جدا. تم الاتفاق على ان احنا هنبدا في المدارس الرسميه لغات، وهي تقريبا 3000 مدرسه على مستوى الجمهوريه، بحيث انه يبقى في عندنا مرحله كامله نقدر ان احنا يتم انجازها. طيب ده شيء عظيم جدا 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 يا دكتور، كل الشكر ليك يا فندم، ويعني نتمنى ان كل هذه الامور باذن الله تتم باسرع وقت ممكن في اطار ان انا اعي جيدا انها مكلفه للغايه. كل الشكر دكتور هدى بركه، مستشار وزير الاتصالات لتنميه المهارات للمهارات التكنولوجيه.